هو بما اننا بنتكلم في ايه، نتكلم في اخطاء الحكام. الكابتن بيقول لك ايه، موقع الكابتن بيقول لك اعترف الحكم الدولي جهاد جريش، ركز معايا، لسمير محمود عثمان رئيس لجنه الحكام بصحه ضربه جزاء حسين الشحات لاعب الاهلي امام بيراميدز في المباراه التي جمعتهما اول امس في دور ال 16 لمسابقه كاس مصر بعد عرقلته من مدافع بيراميدز في منطقه الجزاء. يا فرحتي يا سلام، بيعترف جهاد جريش. طيب كابتن جهاد، من الاخر كده الواضح ان هو ده مستواك. اه والله صدق هو ده مستواك، انت ازماتك كتير مش مع النادي الاهلي، لا ده مع كل الانديه في مصر ومع الاتحاد الافريقي ومع الانديه الافريقيه. يا راجل ده احنا كنا متعاطفين معاك في بطوله الامم الافريقيه انك تحكي بماتش كمان على الاقل، لكن الواضح ان الناس كانوا مدركين امكانياتك عامله ازاي. انا مش بغلط في شخصك، انا مش بغلط في شخصك، احنا بنحترمك وكلنا كل الناس بتحترمك وبنحترم كل الحكام بالمناسبه، عشان بس ما حدش يفهم الكلام غلط. احنا بنتكلم في امكانيات، امكانيات فنيه. لا فنيا مستوى سيء جدا، في اخطاء كتيره جدا ليه في مختلف المباريات مع مختلف الانديه، وريتها اخطاء. يعني عارف لو مثلا ايه الكره دي اوفسايد، لا مش اوفسايد، وفي اختلاف من الناس عليها ومن خبراء الحكام عليها مثلا والمحللين وكلام من ده، ده سابق بكتفه، ده سابق بايده، مش عارف ايه، واحد يقول لك اوفسايد واحد يقول لك مش اوفسايد، يبقى انت حكم مميز، يبقى انت حكم زي الفل، مفيش غبار عليك خالص. لكن دي اخطاء، ده الكل مجمع عليها، ومش ماتش اهلي وبيراميدز بس، ده في كل الماتشات اللي انت بتديرها. لا الموضوع كده فاق عن الحد. لحد امتى؟ لحد امتى النادي الاهلي هيفضل يعاني من التحكيم؟ لحد امتى الكره المصريه بشكل كامل هتعاني من التحكيم؟ امتى هنطور بقى؟ موضوع صعب جدا.